واخيرا مشاهدينا وصلنا لفقره في الخنادق. اليوم حتكون مشاهد توثيقيه لمعركه العبور، استطاع فيها الجيش السوداني والكتائب المسانده والمقاومه الشعبيه من عبور كل من جسر الحلفايه والسلاح الطبي والفتيحاب والمكنمير. الرحمه والمغفره لكل الشهداء اللي مهروا دماءهم فداء الوطن، وتمنيات الشفاء العاجل لكل الجرحى والمصابين. يا شيخ حرر الخرطوم.
زردوك عليك زردوك عليك كتب زردوك استمنى هاي زردوك زردوك بقولوها عمر الخارج تدري يا حقتهم يا روح الله يا جماعه تحديدهم يا القزم حديد في الخدمه يا روح الله تحديدهم تحديدهم عرضوا خلاها يا جماعه الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر والله الله اكبر الله اكبر الله اكبر جوه بس الله اكبر قدام الله اكبر الله ناصر الله جوه انا ولا مولى له ثاني تجي انتوا كنغا الله اكبر الله اكبر Yeah.
دعوات النصر والثبات لكل جنودنا المرابطين في الخنادق منذ أبريل 2023، الرحمة والمغفرة لكل الشهداء وعاجل الشفاء لكل الجرحى والمصابين في معركة الكرامة السودانية ضد ميليشيا الدعم السريع. النصر للقوات المسلحة السودانية. مشاهدينا، عاش السودان. وبكذا وصلنا لختام فقراتنا من مساء جديد. ما تنسوا تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي وتتفاعلوا معنا. عاش السودان. مع السلامة.